خلينا نقول يعني الناس اللي ما تعرفش ايه مصروفات جامعة العمالية، حابين نعرف ايه هي المصروفات وبالنسبة لكل سنة طبعا، ودي هتبقى طبعا من بداية العام الدراسي الجديد، فحضرتك تقول لنا ايه هي؟ يعني الجامعة العمالية هي جامعة الغلابة، مصروفات الجامعة تقريبا يعني حوالي 3500 بتتاخد على أقساط، بنراعي في هذه الأقساط ظروف كل طالب، بيتم عمل تخفيضات تصل إلى يعني أكثر من 50% لبعض الطلبة اللي ظروفهم المالية لا تسمح لهم بسد المصروفات. يعني بالعربي كده زي ما قلت لحضرتك هي جامعة الغلابة، عشان كده هي مش هدفها الربح، ولكن حاجة تبقى جنب الجامعات الخاصة بين الحكومية وبين الخاصة، علشان اللي لم يستطع أنه يدخل الجامعات الحكومية واللي ما يستطيعش يروح الجامعات الخاصة يلاقي طاقة نور يكمل تعليمه الجامعي فيها من خلال الجامعة العمالية.